معكم على تلفزيون لبنان سنة 1996. الليلة بخمسة على سبعة، الغلا هم مشترك بكل الأسواق، شكوى من بيروت وصغرتا وزحلة. بمحلات الألعاب الأسعار نار، انتو بتدفعوا والشكر لبابا نويل. وخاص لمشاهدي خمسة على سبعة، أجمل التهاني من كبار نجوم العالم. Merry Christmas from Jean-Claude Van Damme. Happy holiday. Yeah. مساء الخير. أربعة أيام بتفصلنا عن عيد الميلاد، هالعيد اللي بيجمع كل اللبنانيين بوقفة مراجعة للذات والحسابات. وما أنه عم نحكي عن الذات والحسابات، ضيوفنا بهالحلقة الخاصة بعيد الميلاد الأب يوسف مونس والأستاذ فؤاد حبيب أمين مال جمعية تجار بيروت. راح نحكي الليلة عن الميلاد ومعاني الميلاد من الناحيتين الدينية والتجارية، خاصة وأنه كل الأعياد صار عم يغلب عليها المنحة التجاري على حساب المعاني والقيم الدينية. بابا نويل سلعة تجارية وبالإذن أستاذ فؤاد ومصيدة إذا فينا نقول لرفع الأسعار. أنا ننتقل عن بابا نويل قبل ما نتوقف مع الإعلان لك. انبسطت كثير وقت الأستاذ حبيب، اتمنى أنه يكون كل واحد من تجار بابا نويل. العيد لكل الناس. الليلة ندى معنا مباشرة من شارع الكسليك، ولكن مش بالصورة اللي نحن بنعرف فيها هالشارع. ما كنا نتوقع أنه بلبنان يمكن يكون في ناس مشردة وما عندها بيوت تنام فيها. حبينا انه مشربلة تكون معنا الليلة من الكريباوي بجونيا يلي منه ابدا بعيد عن خيمتها، ولكن منا زايرته ابدا ولا زايرة اي محل بيشبهه ولا اي محل. كانت هذه اول حلقة من